السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النائمة في الشارع 144-145، نص شعري. لا تنسوا انضمام أول اشتراك في القناة، وغادي يكون إن شاء الله الدروس ديال السنة الثالثة إعدادي على بركة الله. إذا نبدأ، إذا ندير واحد التقطير اللي فيه كل شيء اللي غتحتاجوه إن شاء الله في الأسئلة. بالنسبة للأسئلة، أسئلة كلها سهل الجواب ديالها من النص. إذا اللي مهم هو نأطر النص فنيا و تحليليا. نعم، منشوفو ملاحظة والفهم، تأطير النص، مجال النص، صاحب النص، بين مؤلفاتها. وعندنا في الصفحة 144 بعض المعلومات على نازك الملائكة اللي هي شاعرة عراقية. بالنسبة لمصدر النص، نص مقتطف من ديوان قرار الموجة. نعم، قرار الموجة. الجنس الأدبي للنص، نص شعري، ينتمي النص إلى جنسي الشعر. نكملوا تحليل العنوان تركيبيا. النائمة مبتدأ، يعني جملة اسمية. العنوان جملة اسمية. النائمة مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف الجر. الشارع اسم مجرور، علامة جره الفتحة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة في محل رفع خبر. إذن النائمة في الشارع راه جملة اسمية كلها، فيها مبتدأ وخبر. دلاليا يطلعنا على يطلعنا هنا المرأة تتخذ في الشارع مكانا، تتخذ مكانا للنوم. أن هذه المرأة أو الفتاة تتخذ من الشارع مكانا للنوم، مما يعني أنها مشردة، محرومة من المأوى ومن حقوق أخرى. إلا أننا نجهل أسباب هذه الوضعية التي توجد فيها. فهل هذا التساؤل، فهل يكشف النص هذه الأسباب؟ الصورة عبارة عن رسم لفتاة صغيرة ترقد تنام ليلا في شارع مهجور بدون غطاء أو فراش، الشيء الذي جعلها منكمشة مرتجفة من شدة البرد والأمطار الغزيرة. وفي هذا تعبير عن معاناتها وتشرذمها، أي بدون مأوى. العلاقة بين العنوان والصورة، علاقة تكامل، و هذيك ماشي السكر بل السطر الأول. السطر الأول علاقة تكامل وترابط. الفرضية اعتمادا على المؤشرات الخارجية. والسطر الأول، افترض أن النص يتحدث عن تجرد الطفلة، الحرمان من الطفولة، المسكن الجديد للطفلة النائمة في الشارع. وقف الفيديو وشوف مع راسك. إذا ثالثا، فهم النص. نمشيو للشروحات. مقرور بارد، يلسع صوت الريح الشتوية، يؤلمها برد الشتاء، جزع خوف، يخبو يهدأ ويسكن، لا حمى تشفع، يقصد أن معاناتها لم تحرق قلوب الناس، أو لا حمى تشفع، يعني أن الناس لم يهتموا لحالها ولم تتحرك قلوبهم بالشفقة. إذا المضمون العام للنص، وصف الشاعر لمعاناة طفلة نائمة في الشارع في ليلة باردة ماطرة، وتجاهل المجتمع لمعاناتها. وحدة القصيدة عندنا أربعة، من الوحدة الأولى من السطر الأول إلى سبعة، وصف حالة الجو والشارع في منتصف الليل. زوج، من 8 إلى 14، معاناة الطفلة في تلك الليلة. ثلاثة، من 15 إلى 16، تصوير معاناة صبية متشردة ومشردة في الشارع ومواجهتها لقساوة الطقس. البيتين الأخيرين أو السطران الأخيران، معاناة أطفال الشوارع. بالنسبة للحقول الدلالية، ما يدل على معاناة الطفلة، ما يدل على إهمال المجتمع من خلال النص. طبعا معاناة الطفلة، يلسعها صوت الريح، رقة هيكلها، ضمت كفيها في جزع، جزع، توسدت الأرض لا عيشها. مهمة الكلمات. ثم نجيو الجدول هنا، ما يدل على إهمال المجتمع، لا أحد يدري، لا حمى تشفع عند الناس ولا شكوى. بالنسبة للتعليق، نلاحظ هيمنة العبارة الدالة على معاناة الطفلة، وهي المعاناة تتضاعف في ظل تجاهل الناس لمعاناتها، فالمجتمع قادر على التخفيف من معاناة الطفل وغيرها من المشردات. حقل الظروف، ظروف يعني معجم للظروف المناخية. نلاحظ حضورا بارزا للعبارة الألفاظ الدالة على قساوة ديك الرزايدة،
أصابت الظروف المناخية ومن أمشي ذلك أمطار رطب إعصار رياح مقرور ريح شتوية الأرض رطبة لا عيش حمى. التعليق إن البرودة غالبا الغالبة على هذه الألفاظ هي برودة المشاعر الناس الذين يمرون على الأجساد المرتعشة في الشارع دون أن يرف لهم جفن. أساليب النص يزخر النص بمجموعة من الأساليب الفنية نذكر منها على سبيل المثال الحصر الاستعارة استعارة الشاعر مجموعة من الأفعال من حقل الإنسان أسندتها لعناصر الطبع وهو باب من أبواب الاستعارة أي أنسنت الأشياء. ومن أمثلة ذلك تتوج أعمدة تنوح مصابيح يصرخ فيه الإعصار تعول أو تعول فيها الريح نشوف تعول فيه الريح حرست ظلمته شرفة بيت حرست ظلمته شرفة بيت مهجور. خصائص الجمالية والفنية في القصيدة تشمل القصيدة على صور بليغة وإيجابية ورمزية منها التشخيص يقصد به جعل المخلوقات جميلة وتنطق مثل تتوجع أعمدة تنوح مصابيح هي اللي قلنا دابا استعارة. تقنية التوصيف وظفت الشاعر مجموعة من الصفات من قبيل بيت ماجور ركن مقرور أرض رطبة. الإيقاع الموسيقي تحققت موسيقى القصيدة بتكرار مجموعة من الأصوات منها الراء والياء والهمزة وبتكرار صيغة مفعول وأفعال. أخذت القصيدة 3 إيقاعات موسيقية عربية الضم والسكون والكسر وهذه ينسجم مع طبيعة الطقس ومع خصائص الليلة الباردة. القيم عندنا قيم اجتماعية إنسانية وحقوقية، الاجتماعية الحرمان التشرد الفقر، الإنسانية العطف الشفقة، الحقوقية الحق في السكن. بالنسبة للتركيب درنا 2 نماذج ديال التركيب، واحد بغيتي هذا أو هذا اللي عجبك. إذا هذا واحد تقدم الشاعر نازك الملائكة في مطلع قصيدتها لوحة طبيعية متقلبة ومطيرة في قلب شارع مهجور. بعدها جاءت لوحة وجدانية اجتماعية صورت فيها الشاعرة مأساة ومعاناة صبية مشردة متشردة تقاوم قساوة المنى. وتختم نازك الملائكة قصيدتها بلوحة إنسانية مفعمة بمشاعر العطف والحنان والشفقة على أطفال الشارع مستنكرة لا مبالاة الناس إزاءه. وقد سعت من وراء ذلك إلى التحسيس بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع وما يترتب عنها من أضرار وأخطار على المجتمع. إذا وقفوا شوف هذا التركيب الثاني وصلوا وسلموا على رسولنا.